ولكن امبارح كان في توجيهات رئاسيه بخصوص التطوير الشامل للهيئه القوميه للتامين الاجتماعي اللي بيتم في اطار رؤيه مستقبليه شامله تتضمن تحديث الهيكل الاداري للهيئه ومقراتها التامينيه ومكاتب خدمه المواطنين. ده طبعا بجانب بقى تعزيز الميكنه والتحول الرقمي، وكمان يكون في تكامل وربط الكتروني ما بين الهيئه وكل الجهات الحكومية المختلفة. صحيح يا شاذلي، كمان التطوير ده الهدف منه هو تحسين مستوى الخدمات اللي بتقدم لأصحاب المعاشات والمستحقين، كمان توفير نظام تأمينات اجتماعية يقدر أنه يلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة. دلوقتي احنا معانا على التليفون اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عشان نفهم منه أكتر عن هذه التوجيهات. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذة جمال. اهلا بحضرتك. لو حضرتك يا فندم تشرح لنا اكتر توجيهات سياده الرئيس واهتمامه بالتطوير اللي بيحصل في الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. هو الحقيقه يعني فخامه الرئيس مهتم اهتمام كبير جدا بموضوع التامينات الاجتماعيه، مهتم باصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ودايما هو سابق بخطوات في التخطيط للمستقبل. الهدف زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، احنا عايزين نقدم خدمه تامينيه للمواطن المصري طليق بيه، خدمه انسانيه فيها ادميه. فالحقيقه عملنا خطه وتم عرضها على فخامه الرئيس وصدق عليها. الكلام ده من بدايه انشاء الهيئه في سنه 20، والمتابعة الدقيقة الدؤوبة من فخامة الرئيس لكل التفصيلات دايما بيجيبنا، وها وصلنا لفين، أن هنخلص دي امتى. فاحنا عاملين الحمد لله رب العالمين نظام منظومة معلومات جديدة للهيئة، تكامل وربط مع قواعد بيانات الدولة تباعا. كل جهة بنربط قواعد بياناتنا معاها بتشيل من على المواطن عبء. يعني النهارده لو حضرتك رايحه التامينات لاي عشان تاخدي اي خدمه من التامينات، بنقول لك هات الورقه دي والورقه دي والورقه دي. احنا لو ربطنا قواعد بياناتنا بالجهه مصدره الورقه اللي انا بطلبها طبعًا من المواطن، مش هطلبها طبعا، وبالتالي الخدمه ممكن تبقى لحظيه. يعني حضرتك بمجرد ما تشرفينا في مكتب تامينات، قواعد البيانات شايفه بعضها وبتكلم بعض، خلاص ما بقاش في ورق، نقدر نقدم الخدمه وحضرتك تنتهي خدمتك وانت ما بقاش في ورق. يعني احنا بالفعل توصلنا للمرحله دي، ما بقاش في ورق خلاص. انا بقول ده الهدف النهائي. ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل. احنا فين بقى؟ ده كان لقاء امبارح، يعني في 8 جهات لغايه النهارده احنا ربطنا معاهم خلاص، ويعني مخطط ان شاء الله اطلاق منظومه التامينات الجديده في شهر 10 باذن الله. ودي فيها بقى منصه الكترونيه، بدل ما حضرتك تشرفينا في مكتب التامينات، لا ممكن وانت قاعده في البيت تدخلي على الموقع بتاعنا او على بوابه مصر الرقميه وتطلبي الخدمه بتاعتك وتؤدى الخدمه بدون الانتقال الى مكاتب التأمين. ده عظيم جدا، لانه هيأثر كتير قوي على اهالينا كمان، الناس اللي بالنسبه للمعاشات، بالنسبه للتأمينات بعد بلوس المعاشات. بالتأكيد بالتأكيد، وفي ناس متخوفه يقولوا لا اصل اصحاب المعاشات يمكن ما لهمش شويه في التكنولوجيا علشان السن وعشان كذا، ممكن اولادهم يساعدوهم في البيت. ما صاحب المعاش ما عنده ابن وعنده بنت وعنده صحيح حبيب. وهو كده كده ابنه اللي كان هينزل معاه يروح لحد المكتب، فلما يساعده في البيت اعتقد ان هو هيريح، يعني هيريحوا كتير طبعا من انه يتعبوا في النظام. فهو الهدف النهائي كله رفع المعاناه عن المواطن في التعامل مع التامينات الاجتماعيه، بالاضافه الى محور ثاني تم التطرق ليه وهي خطه تطوير مقرات الهيئه. احنا طبعا لا يخفى على احد الساده المشاهدين يعني مكاتب التامينات شكلها عامل ازاي، وان حوالي 50% من مساحه المكان عباره عن ارشيف ورقي. ورق موجود واخد نص مساحه المكان. صحيح. وبالتالي نص المساحه الثانيه موجود فيه الموظفين وموجود فيه الجمهور. ف
ف يعني كحل لل وفي ورق كمان يا فندم، يعني خلاص يعني مر عليه سنين كتيره جدا، فبقى الورق تالف عشان تروح تطلع مستخرج تاني، فبتضطر تلف اللفه يا اهلي. كنا بنتكلم عن شويه كبيرة طبعا، عمليه كبيره جدا. فيعني احنا هنسحب كل الارشيف ده على قاعده حفظ مركزيه، ويتعمل له ارشفه الكترونيه ورقمنه للمستندات دي، بحيث ان احنا ما يبقاش في اعتماد بعد كده على الملف الورقي. طبعا ده مشروع ضخم، ان يبقى عندك ارشيف بالضخامه دي، اكتر من 45 مليون ملف، وكل ملف جواه بقى مجموعه ورق، فموضوع ضخم وكبير. الحمد لله صدق لنا عليه امبارح سيادته، وكمان يعني طلبنا تطوير المقرات وانشاء هويه بصريه ليها، بحيث ان المواطن العادي وهو ماشي كده يقول اه ده مكتب التامينات، ده من الشكل الخارجي بتاعه بره، وان من جوه يبقى المكتب ده كانه فرع بنك، مجموعه شبابيك، اماكن لائقه لانتظار المواطنين، نظام انتظار آلي، الشغل كله على الحاسب، اقل قدر من التعامل الورقي مع المواطن، ياخد خدمته بسهوله ويسر وادميه تتمشى مع طبعاً عطاءه للدوله. طبعا سياده اللواء ده كله كلام جميل جدا، بس عشان نقدر نقدم ده للمواطنين كمان والمستحقين، لازم يكون في موظفين مدربين ومهيئين ان هم يقدروا يعملوا الخدمات دي بهذا الشكل التقني العالي اللي يقدر ان هو يحقق السهوله دي كمان، على حتى ما يقدر يعود المستحقين على الطريقه دي، او يمكن على التكنولوجيا الجديده دي او ايه. الموظفين موظفين دلوقتي في تدريب ليهم ولا ايه اللي بيحصل؟ احنا يعني حضرتك اصبتي يعني كبد الحقيقه زي ما بيقولوا، لان ده برضو كان من ضمن الكلام اللي تم امبارح، ويمكن هتلاقي في البيان اللي صدر عن الرئاسه الاصلاح الاداري والهيكلي والموارد البشريه، هتلاقي الالفاظ دي هتلاقيها موجوده في البيان الصادر، ان احنا بالفعل بدانا من شهور، يعني بالضبط من 4 شهور بدانا في خطه رفع كفاءه الموظفين، واخدين فتره 3 شهور من شهر 7 لشهر 10 اطلاق المنظومه، نعود الموظفين وندربهم على نظام الحاسب الالي الجديد، لان طبعا هم متعودين على نظام شايفينه بقالهم 45 سنة. صحيح. حافظين الأكواد بتاعت الحاجة وأماكن الشاشات، والبيان ده طبعاً في أي حتة في الشاشة. أنت بتغيري دلوقتي ده وبتعملي نظام جديد، الحمد لله بدأنا نستلم النظام ده وفي مرحلة الاختبارات بتاعته. يا فندم. وبمجرد ما نخلص الاختبارات هتبدأ خطة رفع مستوى ورفع كفاءة بإذن الله. بإذن الله. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بنشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.